بالصدفة عثرت على كتاب. السعادة لا تحتاج إلى استحالات كثيرة، هذا ما قاله الروائي العالمي واسين الأعرج، وهذا ما حدث في معرض الرياض الدولي للكتاب حين حلق القراء في فضاء السعادة احتفالاً بهذا الرجل الذي استطاع الوصول إلى أعماقهم من خلال رواياته التي نقش من تفاصيلها أبجدية الجمال. دائماً أمشي بالمثل تبع الجدة، يقول لك ما يجيك إلا اللي يحبك، وما تقدر بهذا المثل ما يجيك إلا اللي يحبك أنا تقول له والله ما عندي وقت اسمحني أنا ما بقدر. هيك يعني هيك تكوني، فيه شيء من الريفية وفيه شيء من الطقوسية القديمة وفيه شيء من الصبر، يعني لأن الكتابة هي صبر، والقارئ كجزء من هذه العملية هو أيضا يدخل في هذه العملية، مش ممكن أنك ترفضه أو تبتعد عنه. فيه منجز بصراحة ثقافي روائي سعودي، أولا فرض نفسه عربيا يعني بالجوائز والاهتمامات إلى آخره، فهو أيضا مش في حاجة الشكر له. الابتسامات التي توزعت على ملامح الحضور، التقاط الصور التذكارية، الأحاديث السريعة وحكايات ربما لم تقال، كل هذا وأكثر كان بين أرواح المحلقين المحبين للروائي واسين الأعرج الذي بادلهم الحب بالحب، فالكبار هكذا يتواضعون فيزداد حبهم. قرأت كل رواياته، آخرها اللي الآن معايا تو نازلة في الأسواق. أنا اللي يعجبني في روايات واسين مكتملة، يعني الشخوص ما تجي على بعض، يعني لا شخصية المرأة تمحي شخصية الرجل ولا شخصية الرجل تمحي شخصية المرأة، وأحب أقرأ له كثير لدرجة أن من الجنون اللي يصير فيني في بعض الروايات أروح أزور الأماكن اللي وصفها. دكتور، جمعنا معه يعني حديث بعيدا عن الصفة الاعتبارية كيعني روائي، فكان لطفه يغمر هذه الصفة الروائية كثيرا، متواضع ويعني متحدث معنا بشكل بسيط، ومن ذلك علمنا من أين تأتي هذه التفاصيل الجميلة في رواياته. واسيني الأعرج الروائي الإنسان ما زال يطوف محلقا بين الغيوم، يرسم منها مطر الكلمة على أهزوجة الحكايات والذكريات. يمثل الدكتور واسين الأعرج مدرسة كبيرة في الرواية العربية، وبين أروقة هذا المكان كان اللقاء بينه وبين قرائه الذين عشقوا مؤلفاته الكثيرة. محمد الحمادي، الإخبارية، من معرض الرياض الدولي للكتاب.